المنافسة نتاعنا في المسلسلات في الفيدباك تو تسويت. فيدباك في الفيدباك دونك كيما استنستوا من عمناولي يقول لي نرجعوا نوخروا شويه التالي نرجعوا 24 ساعه التالي ونحكيوا شنو شد حاجات اللي تشد مواطن تونسي والمواطن التونسي اللي يحب يحكي عليها. دونك انا خلينا نبدا. انا مريم دبال امبارح تفرجت فيها في برنامج ليميسيون سبيسيال رمضان. دونك تمثل في سيت كوم سبع سوايع بعد سبع سوايع ثمانية سوايع وشوية آخر سليم زاد باش يحكينا على سبع سوايع وشنو اللي شدوا في السيت كوم هذايا. البارح مريم الدباغ هي مثلت في السيت كوم وحكيت على ليزوتيس ومعناتها تكست معناتها سيناريو سيتان سيناريو تمثل معناتها ممثلة مشيت باش تسافر ابارامون لقات مشكله مع ليزوتيس ما حبوش يسربيوها كما قالت هي. دونك نسمع واش قالت مريم الدباغ في الموضوع هذا وراجعين نعلقوا في البلاتو. وهي جايه في الطياره مريم ابارامون العصفوره قالت لي صار لها مشكل بسبب سبع صبايا نخدم بونيشه في السماء انا اوتيس. شنو صار لك مريم بالضبط؟ عملوا لي حمله ولا كيفاش نعيطوا لها داروا عليا الكل وقالوا لي ما انت كيفاش تحكي علينا هكا وما عادش باش نسربيوك في الطياره و... سربيوك شنو؟ الماكله. فهمت. في سربيو السعوديه ترجع فريش قالوا لي ما عادش عندك الحق تشري لا بخفان لا ماكله اقعد ماك باش تصوم انت تحكي بجدك؟ ما عطاوك حتى شيء؟ ليه يا الزيتي اوبليجي هما خاطر خالص فيها الطياره مش غراتويت معناتها. اي معناتها من فوق من قلبهم يمدوا لي في البلاتو ما عينهمش يحكيوا معايا يتصوموا ويحكيوا ورا بعضهم. انت اعذرت شيء؟ على شنو؟ قلت شيء مثلا راني ما نقصد شيء ولا حاجه. هيش تخدم لا انا هذا استنقاص معناتها من قيمه فئه من العباد اللي تخدم على الرياحه. انا سيتي ان سيناريو كم كوا حاجه تضحك ما في باليش اللي سالي بروندغ اون امبلور هكاك وكل شيء. كيفاش تقصد الاساءه؟ اما ليه ليه باللي ريتو في المطار وكل شيء مانيش باش نطلب لا سماح لا حد. بنتي صلي على النبي. ليه والله خايفه ما عادش تطلع في الطياره جمله راه. ليه هكاك ما ينجموش. شوف تو انا شكرتك يمكن 10 مرات باش نتراجع في الشكر نتاعي. سيدي شكرتك 10 مرات. انت جايز هذاك السيناريو راه مش هذاك السيناريو راه يتمثل مش ما ترى يتمثل مش راه يسكت صحيح. كيمشي نمثل انا كاميكاز في الطياره ما عادش تيه فهم فرق بين تمثيل وبين فيكسيون هذا جوست راه يتمثل وكا ومش لازم كل شيء. فوالا دونك هذا اش قالت مريم الدباغ كيفاش وضحوها في برنامج ليميسيون مع العلم كونو امين قارا هو منتج السيت كوم. دونك جات تصلح زاد تصلحتها معناتها عميتها ولا كيف معناتها قالت هما شنو يخدموا معناتها كاين موقفها وزادت قالت مانيش مطلب السماح هو بريتو مش تطلب السماح اما على الاقل تفسر ما دام عندك فرصه باش تفسر قول راه هذاك سيناريو مش انا مش مطلب السماح راسها صحيح ممكن هي انا معاها هي ما فهميش على ما لا سامحني اللي طلعوا في افلام سبوا الرقصات ولا اللي سبوا درشون هي هذاك معقول معاه اما هي معناتها كيفاش جاوبت في عود اما هما شي يخدموا جوستمون يعني عود تفسر زاد تنبل اللوم عزوز انا هي ما عرفتش كيفاش تصلح صحيح وهما زاد ما فهمتش علاش متغشين معناها جوستمون رغم اللي ديزاتيس دو ليغ نورمالمون متقفين ليه معناها السيناريو هذا هي قرات سيناريو معناها مش تقصدهم معناها والله كان طلعت في ايميسيون قالت مو شريان الشبوك يا مين ما فهمتش عليه شريان الشبوك تلقاها معرفتك اللي غزلوا عليها من قبل شريان الشبوك انا ما فهمتش بون هي غالطه في التسليم ريت كان عملوها بعد الباساج نتاع اي ممكن اي حتى انا على خاطر ماهيش في مسلسل وخاطر قاعده تضحك هذيك هذيك كي تبدا في ميسيون رايها الشخصي صح نجم تنقدها عليها اما ذي راي سيناريو ولو انه مريم الدباغ ماهمش اراءها الشخصيه راهو اللي في الميسيون هي امورها انا واحد من الناس هذيك مجعوله للبوز لا اكثر لا اقل انا ذاش نقول البارح كانت في عمره ما نعرف شنو فاش يحكي وجاي شنو يظهريني يفادلك وجا تحكي تفادلك بامور دينيه قتل ولا عملت برشا دورات شنو عملت برشا دورات شنو عملت برشا دورات في عمره على الطواف تحكي دورات تعبت عملت برشا دورات ما تفادلك بالكعبه معناها ليه معناها نتاع بوز لا اكثر لا اقل معناها ماهيش حاجه كبيره احسن تصويره هذيك احسن تصويره للوضع في تونس المهندس هذاك اللي حكيو عليه احسن تصويره هذاك احسن تصويره هكاك تونس بربي ما دمنا في مريم الدباغ سليم انت عندك ما تحكي ديجا على السيت كوم سبع سبايا بالحق معناتها حاجه يلزم واحد يراجع فيها فما مسلسلات وسيت كومات يلزم يتسجلوا ويقريوا بهم شنو ما يلزمكمش تعملوا شنو ما يلزمكمش تعملوا منهم سبع سبايا
معناتها نغيظوني ولاد عبد الحميد قياس ولا ما عرفش والله عزيز ابو لابيا. هي حكايه فارغه هي ديجا. ايش نقول لكم الاولاد وقت اللي تكون الساس غلط نبيله قويدر زيد مثلا وقت اللي يكون وقت يكون الساس غلط وقت اللي يكون الساس غلط في كتابه شيء ما وفي ابداع شيء ما هذايا هو هذايا هو النتيجه نتاعها. هذوما ناس كانوا يقعدوا على طاوله يجيبوا عباد ويعملوا حصه مع بعضهم يتموا مع بعضهم قال شنو اي نعملوا سيتكو فازه اي نعملوا اي عندك شي فازه اي انت ماك تعرف تكتب بر بر مشي يكتب لنا بر هاي شد هاي 10000 مشدوا تيلو وبر مشي يكتب وش برشا تنجيبوا لك الدخان فازيت معناتها ما هي ما فماش وراها تفكير ماهوش اخيب ما فهمت فهم في التلفزه الحقيقه لا لا ما قلتش اخيب هو في الاخراج راهو انا كل مره نحكي حاجه كل مره قلت نحكي حاجه وحتى في الاخراج لا خاي لسيت كوم سيت ريتم سيت دي طون طف طف تلف هذا يبدا قاعد كتيبه مالا شنو الكتيبه زاد مش كتيبه انا في الخراج اكثر راه انت لا ديما سرابات سونس وقتها عبر كارت بوستال وقتها علاش قلت لك من الاخرى عطيونا تصاور وخلي الناس تتكلم معناتها كيما كان يعمل شناب قبل ولا كيما كان يعمل برقليل ولا ونحن شيخين معناتها مرئي بالصوره انا وصلت خممت نعملوا سيت كوم نحن اي علاش للنجم بالحق معناها ولات سهله سيت كوم اي ايميسيون فيها برشا هذاك هو هذا هو هذا هو سيت كوم هذا هو تقزيم تقزيم المهن وتقزيم تقزيم الاشياء توا سيت كوم ولات كاني فكره قاعدين في الحومه نعملوا سيت كوم كاني يعطي فيها تفكير وفيها ريتم وكتابه اخرى سيت كوم تفرجوا تعنا بارابولات يتفرجوا كومون ساسباس في الريت نتاعهم جمال دب ما تعلموش ماك التونس كامله كانت تتفرج فيه نتاع جمال دبوز كل فيلم اللي ياه في تونس كامله كان عندنا هذا كامل اش 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 نتاع يشوفوا الريت ما فماش سكيل انا ما عادش لبعيد سليم عندنا سيت كوم ريفيرونس نشوف لي حل برجو لي ريفيرونس والله جيش نحكي على الاقل محليا جيش نحكي على شوف لي حل شوف لي حل صعبهم طلع البارا برشا ما عادش جبنا النجم نعملوا سيت كوم تونسي ما عادش يقبل سيت كوم خير من نشوف لي حل شوف لي حل الناس الكل الناس الكل كانت تتصور على خاطر الله يرحمه سفيان الشاعر معناتها هو موجود طبعا وكمال تويتي موجود لكن في بدايه الكتابه وقتها فما غصره وفما معناتها فما وجاعة في الكتيبة على خاطر يكتب لا سيتوياسيون ما يكتبش الشخص يكتب الوضعيات هي اللي كانت تضحك مش النكتة اللي تضحك لي سيت كوم هذوما ولا النكت هما يضحك اكزاكتومون فما الكتابة فما كتابة الوضعية هي اللي تضحك اللي هي أصعب ويلزم فيها ويلزم فيها معناتها إدارة ممثلين وهو معناتها وحط الكاميرا في في البلايص نتاعهم مش هاوكا يضحك مستانس يضحك هاوكا تكلم بالقيال وقيال وانا شنيع من طاو والله 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 سليم مش سليم بالحق كل من هكا نخرج في الليل ولا نقابل عباد ويبداو يسمعوا في الايميسيون قولوا لي برجو ليه سليم فرهدنا على قدنا بالحق نفس لي كومونتير اللي تعمل فيها العباد راهو في السيت كوم شبيه كان يتكلم كان بالقالة ويبداو يقلدوا في فيهم كيفاش كيما كان سليم بالضبط معناتها هذاك هذاك انا راهو مش هذاك اللي يضحك راهو ضمار التونسي طيحوا له القدر نتاعو لا لا راهو كان هز قعدهم في قهوه بوعسيده ولا قهوه الحاج ولا في الحلفاويين ولا في الرباط يا تشوف الناس كيفاش تضحك كيفاش الوضعيه تولي تضحك ما عملناش ميزاج هذا هو ما هو شي شخص اش معناتها انا راه غديكه في كذا وبعد في راديو وبعد راه في كذا وبعد في مسرحيه وبعد راه بانو في البيبليسيتي واني بمحمد تتقرع بعد ترد العبد ما عملناش ميزاجور للضمار نتاعنا خاطر ريت الضمار هذا كانوا يضحكونا به قبل ونحن صغار نوردين بن عياد ومنجي العون ياكل اكل الكلام ونصر الدين بن مختار وفي وقته هما بيقولوا يقولوا الشيء هذا وفي وقت تجي تسالهم الناس هذوما اللي يعملوا في الضمار بتاع يقول لك والله الاخرين قدموا وما طوروش باركونتر هما يقلدوا فيهم تو انا كي نشوف في سبع يقلدوا فيهم بالخايب بالخايب انا هاو شنو يغيظني هاو شنو يغيظني انا يبدا يعمل 5 سنين جامعه يقرا في المسرح ومن بعد يعمل اخي بن ردي بن عيط اي صفا يعمل اخي بن محمد بن علي ليه ما نقولوش تقول فاش خمسه يقرا هاوك الراجل ما قراش يعمل خير منك اي ليه ما نقولوش هذا بن ردي بن عيط ومنجي العون ولمين تقول 5 سنين قرا وممثلين وكذا واستاجات ومصروف ومشي وجاي وبورس وضربات وكذا من بعد شو يعمل اخيب واتعس واحقر
وافسد بالال كل حسين واصفر واخضر وانتن وازرق هكا هو مين سليم حاسك باش تمشي في ثنيه اخرى لا ونمشيو لحاجه اخرى الوحيد انا بار اكزومبل علاش انا عندي انا الهرم نتاع الكوميديا في تونس بون ناصر الدين بن مختار لا مش ناصر الدين انا بالنسبه لي انا كمال التويتي كمال التويتي في لي سيتوياسيون كلها تاقلم كي شفناه في بوليس حاجه اخرى تاقلم مع الذمار نتاع بوليس فما ديريكسيون اخرى على صحيح خاطر ما يفدلكش بال 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 بالمهنه مش بالمهنه بخلاف المهنه على خاطر لي زاتو نتاعو قطيع الصنعه نتاعو ماهوش قال لي وقلت لك ودور وجهك وما يتمنيكش على العباد يلقى في حل في السيتوياسيون نتاعو سكت وبركه وتحس ضحك وتحسوا عامل معناه الميزاجوري يتبع في الذمار الجديد التونسي معناه هذا كل انا نمشي معاك نكمل معاك انت حكيت على سبع سبان دنيا اخرى دنيا اخرى معناها كريم الغربي وبسام الحمراوي وغيره انا بالنسبه لي انا كريم الغربي وبسام الحمراوي بالنسبه للناس اللي تنقد في شوف لي في دنيا اخرى دنيا اخرى ممكن كان سنة ما نجحش راهو على خاطر موجود ميغال توتافي تنزيدوا نحكيوا على هذا ميغال وعنده عرض بربي خلينا ان نعطيه كل واحد حقه انتوكا ان شاء الله نوف الورديني يكون محضر نهار الجمعة هو منتج العمل وان منشوم تاع ميغال نهار الجمعة العرض الاول تنزيدوا نحكيوا اكثر تفاصيل مع كل ضيف يجينا من في الحاجات هذوما اكستري في سبعة سبايا خلينا نختموا الموضوع هذا واي طيب شنو نحكي لك فاضل تخدم كان ما تعرف ايش كان تعرفها ما تخدمش شنو هي الفارق بين الموتور والكهرباء غلط الكهرباء فيها موتور والموتور ما فيهوش كهرباء واي يخدم عاد فوالا هذه نكتة تعرف ذكرني ذهولي من ياسين كيلي ولا ما انا طلع بشكون ذكرتني اوكي اسمع فينا تو في عاطف تعرفها سنة سنة تعرفها كقول ابرة سات تعاطف دقك ذكرها مكان ياسر الفازيت تاع الشارع اللي معناتها ما عادش يضحكوا ولا سيغيديكول ان توكا ما تتعملش بالسهولة هذه سي لي سيت كوم سي دي ستاج وخدمات وناس تعرف بعضها وناس لف لف سي اون بارتي دو بيك بونغ مش حتى دو تنس لف ديرو فير وطف طف طف معناتها ماهوش يعني يعطيهم الصح على مجهود نتاعهم اما من اجتهد ودوا اصاب فلها واجر ومن اجتهد يصب يمشي يعمل حاجه اخرى خير له ان شاء الله توجيب حذنا زاد السيناريست نتاع سبع سبالي وصديقنا من كمان قاعد نعطيه في ما عنده حتى مشكله انا باش لابق معاه محمد علي دمق بالضبط بالضبط ما عنده حتى ما لا يفسد للودي قضيه محمد علي دمق يقبل مش يقبل معناتها ما ودي ما تخطفش انا امنيتي انا امنيتي نهار يكون حاضر معنا بار اكزومبل فتح الهداوي ولا منصف الازعر خلي يوصفونا رمضان كيفاش ولا خاطر قبل رمضان مع العمال هذوكم تو يتفرجوا هذوما يمثلوا معناه اغزر الفرق معناه هذوما يخدموا وفتح الهداوي ما نشوفوهش في رمضان في تونس وما نشوفوش منصف الازعر وما نشوفوش شكل الستار الكبار بالحق لي نقول لك حتى اذا كان ظهر فتح الهداوي السنه راه باش يظهر كيف لا 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 هي المشكله في الكتيبه والمشكله في المنطق الرئيس ما كانش بعيد على خاطر سي انا نقصد وينهم الاعمال اللي الاعمال الكبيره اللي كانت قبل مش نقصد على فتح الهداوي ايش نقول لك خويا الاعمال الكبيره اللي كانت قبل كانت اعمال فيها فكر ما فيهاش كوموند وما كانش فما مهندس سليم لا مش كوماندا فماش اون كوموند صحيح سليم خلينا نحكي حكايتي بربي خاطر جستمو كل مره نخليو انا والله تجبدوني اي اي نجبدو كل يوم باش نجبدوك في جو هذا ونعطيوك الوقت اللازم سليم صافي دونك بالحق نحكيو شويه نخرجوا من التلفاز مر وخرجت البارح شنو صار معك خرجت البارح دونك خرجت البارح عملت قهوه البحيره اسمع سيدي البحيره ودمت عليك قهوه ب 10000 يقول لي اغلى شويه هي من غير ما تشاور سامحني من غير ما تقول من غير ما تقول تشاورك انت انه ما تعلمني انا قلت لك من غير ما يقول هذاك اللي قدامك قال لك لا هذا ما هزيت يدي منه ما فيش لا سلاح لا فيه لا سلاح لا نصدم قال المؤمن كل مره والمعمور يتوجيت وما يحبش يقول لي شكون يعرف المعلومات حسيت انتو كان احكي لكم بالحق على اللي تحبني نقول ولا تدخل فيها لا يبلحك انت كان حاب نحكيكم الحق البارح شنو شربت ساعة وقتيش البارح قهوة شهوة مش قلت قهوة تاو خرجت للقهوة تشربش قهوة تصور خرجت للتاي خرجت للتاي دونك بالحق قال انا في قهوة البارح فما طاولة اللي بجنبي جابوا له لاديسيون باش يقوم هو اللي هابيتوي ديما يشرب قهوة غادي يبا يلقى صوم القهوة اللي مساس يشربها كل يوم الدوبل ولات دونك صار ما نونتوندو عمل عركة كل وانا جو كومبرون لو كليون اما ما نفهمش ليغويزم وال ما عرفش كيف يسميوها نتاع القهاوي صحيت نتاع القهاوي تي تو هي الخدمة باش توري فوا تخوا في رمضان من عند ربي
هو يزيد يولي دوبل علاش اون فو بروفيتي معناتها اسو بوين في تونس والبيع المشروط زاد هذاك الشر صحيح هذا الشر صحيح هذاك الشر البيع المشروط وكيف فما رقم اخضر يدل لي قالت لي كاستي في في قهوه عاديه في السوق وهي وقالت لي نشك اللي كانت قهوه يدل لي من وسط الدار خارجين ولا حاجه في المدينه قالت لي ب 4000 اي عادي قلت لها تخي عليك باللطف هذا يعني ربي يكون على خاطر حافيين ولا باللوز ما بنتي لا حافيين لحد بلاش حوايج بالنسبه للبيع المشروط راه ممنوع فما رقم اخضر اي قهوه تدخل لها اكل معاها هذا شنو بس حنا حلو يلزم دبو زمي حتى دبو زمي هذاك راه فما قانون يحمي المواطن ربي خلينا نتذكر هذه ديما تذكرني صباح عندنا صاحبنا المنصف مهني ممثل معروف منصف مهني نحييه في من في في بوحجر هو يظل يتوى ولا في لا بوحجر تقال صيادة في صيادة في صيادة مشي بحذاه عنده فلوكة تفتح مرة في الانتير قبل الانترناسيونال قبل كان فما كيل الأكواريوم البرة مثلا بالله نقعدوا غاديك ودرا شنو دخل أول مرة ودرا شنو تيديونات هما صغار برشا مثلا تيديونات دخل قال مثلا قهوة معناتها خذاو قهوة وقتها غالية القهوة قالوا بقداش قالوا يكون مارك 15% قالوا جبت لي فيها لحمة سفري بالرسمي تحسهم في اللحم اي تفضل خلي سكر فيدباك هذي فيدباك هذي فيدباك